مرحبا، اليوم حشارك معكم وصفة كتير سهلة وهي لمشروب صحي ومنعش فيكن تعملوه بفصل الصيف، فخليكن معي لنشوف المقادير. حنحتاج زبيب، أي نوع زبيب عندكن ياه بالبيت، أنا هون استخدمت الزبيب الأسود. وحنحتاج كمان مي. مثل ما شايفين حنحتاج 500 جرام من الزبيب، بنقوم بغسلهم جيدا وبعدين بنخليهم بالمصفاية. بنسخن لترين من الماء بس بيسخن الماء، وقبل ما يغلي بنضيف الزبيب، بنشيله من النار وبنغطي عليه وبنخليه برا تقريبا لمدة 3 ساعات، وبعدين بنحطه بالبراد لتاني يوم. تاني يوم طلعناه من البراد ومثل ما شايفين حبة الزبيب نفشت وصارت جاهزة مشان نعمل فيها العصير. بنضيف الزبيب والمي تبعه للخلاط ونشغل الخلاط لغاية ما يطحن جيدا حبات الزبيب. منجيب مصفاية ووعاء وبنصفي الخليط. مشان نطلع خلاصة الزبيب كلها بنرجع بنشيل الزبيب يلي صفيناه ويلي ضل بالمصفاية، وبنضيف عليه تقريبا لتر من الماء ونرجع بنخلطه بالخلاط ونصفيه مشان نتأكد ان كل الخلاصة طلعت معنا. بنرجع بنصفيه الخليط مثل ما شايفين. كمية المي اللي بتضيفوها للعصير هي تقديرية وعلى حسب نوعية الزبيب، وكمان على حسب العصير كيف بدكن يكون، سائل أو شوية سميك. إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة، ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة.